Oh, my God.
يا فارغ الأمل الليلة بها يا فارغ الأمل طبعا أهل المدينة يا فارغ الأمل سامي المدرسة الأمية يا فارغ الأمل تقع كرامة من الله للموحب والحبيب أهلا وسهلا بأهلي عندنا والغريب قريبة تنضبل قريبة تنضبل حاجات مرة قريب سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله السلام عليك يا نبي الله وعليك يا رسول الله السلام عليك
السراج المنير. السلام عليك وعلى شباب النبي. السلام عليك وعلى الصور الطاهر. السلام عليك وعلى الصور الطاهر. السلام عليك وعلى العلم الظاهر. السلام عليك وعلى العلم الظاهر. السلام عليك وعلى المزمل. السلام عليك وعلى المزمل. السلام عليك وعلى المتدبر. السلام عليك وعلى المتدبر. السلام عليك وعلى طه. السلام عليكم وعلى الخضر. السلام عليكم وعلى الخضر. وعليكم وعلى الياس. السلام عليكم.
ما في سلفكم ولا في رجالكم خارج عن العبودية للرب والأدب مع الرب. حبوب الحبوه الكبرى في القرب منه ومحبته ومعرفته، وازدادوا ثوابا وازدادوا خشوعا وازدادوا أدبا وازدادوا وقارا وازدادوا عبودية رضي الله تعالى عنهم. وهذه أمائن محمد اللي سلمهم إياها سيد العبيد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكان يفتخر يقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. هذا هدينا، هذا مرشدنا، هذا مقدم جيش الأنبياء والمرسلين، هذا الذي وصل إلى المواطن التي ما وصل إليها جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا عزرائيل ولا كثير من الملائكة. هذا المخصوص بالعطاء الأكبر من حضرة الرب صلى الله عليه وسلم، وإنما أنا عبد، إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. الله يسري إلى قلوبنا أسرار هذه العبودية لقامة جزءها في هذه المدارس وفي هذه المجامع، إنما هي دعوة لتفوز قلوب كثيرة. قالوا اخر احد لا منا ولا منكم ولا من هذه الجمعة ولا من هذه المقامات ولا من هذا بلغنا اعمالنا ولا يضيع اعمالنا، متانا بصلح زماننا وكبارنا وصغارنا وعلمانا والجميع الحاضرين، ويصرف عنا وعنكم كل سوء مع رضاه والقبول والاقبال مع صلاح الاحوال الظاهر والباطن وصلاح النيات والمقاصد لكل قاصد. وإن الله يكفينا وإياكم كل هم وغم وضير وبلاء وفتنة وكل آفة وعلة، وإن الله يرحم المسلمين ويفرج عن المسلمين والنصر المبين على المفسدين وهلاك أعداء الدين عافية وسعادة الدارين، وما نواه الصالحون وما علم الله من نيات صالحات مع طول العمر رضا وعافية وسلامة واستقامة وإلى حضرة النبي.